نضحك مع بعض الاخوه نحضر مثلا مسلسل يمكن متابعين حلقه عن حلقه ثاني يوم نبكى نتحمس لتيجي الحلقه نحضرها ثاني يوم هيك مثلا ماشي. مين الابطال فيها يعني ايش شغلهم يعني هم بيدافعوا عن وطنهم مثلا يبكوا هذلك بيهربوا هذول يعني مثلا بيمنعوهم يهربوا بريه البلد يجيبوا إشي يصادروا إشي على يعني بلد شرطيين هم مع الشرطه بس هم بيشتغلوا لحال فكله اكشن وهذا يعني طخ وهذا طخ وكل اكشن حلو كمان انا بحب هيك ايش طاقات يعني خفيفه راح بنحضر بالنهار بالليل ما بنحضر تطفي الطاقه خلال من مره طاقه شمسيه هي اللي بتضويها لما تطفي خلاص بتطفي كل شيء الواحد بحب انه يغير وقته بحب يشوف وبحب يطلع يعني تريح نفسيا يبقى في شغله شايف كيف الحماس الواحد منه شو يحضر بسرح في النعجات والمغرب بيجي بيشتغل فيه والصبح بناء المغرب بينام والصبح بكون بسرح بس يعني انت صغير شغلك هالقد صعب ليش ما ليش انت مش بالمدرسه واحد يعني مثل نحن الواحد عايش مصلحته عشان الطرق والهذا الواحد ما بقدرش لا يصل المدارس ولا شيء الواحد لما بده يروح على المدرسه يلبس له شغله عامله جلاط والدنيا منخفض وشتا والكتب ينبلين وش اذا بدك تروح معلم كان لك المعلم ليه هيك مبلين وليه هيك انت جلاطه سوينا الشارع تمنا نطلع عشان التراكترات والسيارات تفوتن فاجوا جرفوا لنا اياها مرتين يعني مين جرفها؟ اليهود الجيش يعني. الاحتلال عشان ايش تركنا المدرسه؟ باي صف تركت؟ لان خلصت 10 يعني بدايه الاول ثانوي ما قريتش. ايش حدا بيدمش انه ندشر المدارس؟ لانه المدارس هي علم. كنا لما نكبر بنعرف شو لقدام نفكر، لان الواحد درجات هي بالتفكير وبكبر عقله. فالمدرسه بتعلم، كل سنه عن سنه بيزيد تفكيرك وبتتعلم اكثر. وصلنا لتفكير في اللي احنا وصلنا للصف العاشر. عشان هيك ما صحناش ان نكمل ونتعلم اكثر.